يومكم سعيد. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. كما قلنا لكم نرجع على الأحداث المنتظرة بالنسبة لهذا اليوم مع عمل الجندوبي. يلا مال صباح النور مرة أخرى في الأحداث فما من بعد نقول لك لا تحسك تسأل وما ماكش مستغربها يعني في كل ملح ولا ما عادش غيب على طعام قصان باش نعمل فما اليوم قصان ما فما قصان ضو زيت ربي معاها المواطن التونسي ولا ايه تفضل يلا اليوم نهار البحر يبداو تحركات بالاحتجاجيه كان تحدثوا عليها من مدة احتجاجات عن عدم حل ملفات قطاع الصيد البحري وعدم الإفاء بالاتفاقية المبرمة مع المنظمة الفلاحية وخاصة فيما يخص تطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار. الاحتجاجات اليوم مش تكون بغلق الإدارة الجهوية للصيد البحري في كل الجهات الساحلية وغلق الميناء التجاري برادس وميناء صفاقس. شو غلق معناها باش يجيو يقصوا الكياس سكروهم سكروا الكياس اليوم مش معقول عندهم الحق راهو البحارة باش يحدش باش يحسنوا وضعيتهم وباش يطالبوا بحقوق وناس تعبه والناس ما عادش واصله والاداءات اللي عليهم شيء من عجب لكن ما سكروش الكياس وما سكروش الدوره الاقتصاديه اللي هي في مصلحتهم هما ومصلحه عائلاتهم ومصلحه البلاد الكل. وقفة احتجاجية أخرى اليوم مع العشرة لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الدينية أمام مقر الوزارة. ده؟ وأمام محكمة الاستئناف بتونس اليوم وقفة احتجاجية مع الأحداش للمطالبة بإطلاق سراح سامي الفهد. في شأن التربوي الموعد اليوم لإمضاء اتفاقية شراء وزارة التربية والمؤسسات البنكية والإطار هو برنامج التعهد والصيانة بالمؤسسات التربوية تحت شعار المدرسة اللي قريت فيها جي الوقت باش تحميه. منظمة اليونيسيف ووزارة الشؤون الاجتماعية من المنتظر اليوم يقوموا بتوزيع 200 حاسوب لفائدة التلاميذ ضمن العائلات المحدودة من تونس الكبرى برنامج تالي ولاية القيروان ثم ولاية جندوبة. محدودة الدخل بصفاقس ينطلق اليوم مشروع تثمين نفايات الزيتون والبلاستيك عن طريق إعادة التصنيع مشروع مختص في مجال البيئة جاء في إطار برنامج دعم الجودة للتعليم العالي وتنظم المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بالتعاون مع جامعة صفاقس. نبقى في صفاقس اليوم جمعية التصرف والتوازن الاجتماعي تنظم يوم دراسيهم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس. في مجلس النواب اليوم 3 اجتماعات مبرمجة لجنة تنظيم الإدارة لجنة الصحة ولجنة الفلاحة. في الشأن الثقافي اليوم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يقدم كتاب سنوات الرمل آخر إصدارات الأستاذ عدنان منصر. بالنسبة لانقطاع المياه نذكر السكان عين دراهم وأحوازها وقرية بابوش أنه الماء اليوم باش يقص بداية من الأربعة متاع العشية ويرجع غدوة تدريجيا مع العشرة متاع الليل. سونادة هذه سونادة يا مرحبا. بعد انقطاع الماء بمدينة هرقل من ولاية سوسة أمس مع 9 نقولوا لسكان المنطقة أنه الماء باش يرجع اليوم تدريجيا مع ماضي ساعة. بالنسبة باهي في هرقل يذول لي قص من غير ما هبطوا البلاء. لا 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 خرجت حاجة مش في الصباح في الصباح تقريبا آخر الصبحية خرج بلاء. هو على الأقل اليوم يرجع ماضي ساعة باهي تم 9 الماضي ساعة مش كيف هاي برد باهي. فما في القصرين اليوم ستيك في تقول معناتها المتساكنين معتمدية فريانة ومتساكنين معتمدية ماجل بالعباس انه اليوم الضوء باش يقص من نصف نهار حتى للخمسة نصف نهار حتى للخمسة يرجع تدريجيا معناتها مش يرجع بصفة كلية معناتها مرة واحدة باش يرجع تدريجيا مش باش يقصوا علينا الهواء مثلا نستعملوا من توا باب الاكسجين الهواء مازال ضو ماك هو نواصلوا مسكين قلت المواطن نواصلوا مع طلب عروض استلزام فضاء المسبح البلدي بباجه للمره الثانيه بلديه باجه تعتزم استلزام فضاء المسبح البلدي الكائن بنهج الطهر الحداد طريقه برقه باجه الشماليه موضوع الرسم العقاري عدد 1000 عدد 18102 بباجة تلقاو على الصفحة ذوما فقط معلومات معناتها لكم انتم والمدة 20 سنة مع زيادة سنوية تقدر ب 5% والثمن الافتتاحي باش يكون 40000 دينار واخر اجل 2 مارس 2021. شكرا لك أمل سديسة صباحا و51